بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة، أهلا بكم في كورس Foundations Engineering 2. إن شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الخاص بالقواعد المنفصلة المعرضة لقوى غير محورية أو معرضة لمومنت، وقالوا النوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل كده اللي هو One Direction Moment أو العزم في اتجاه واحد. النهاردة هنبتدي نكمل التصميم بناء على التشيك بتاع البانشنج والتشيك بتاع الشير بتاع القاعدة. طبعا هو الموضوع سهل جدا وهو مقرر لما قلناه في Foundations Engineering 1، ولكن هنكرره مرة تانية. ليه؟ عشان الاستريسز اهم حاجة لازم تحطه في دماغك ان الاستريسز تحت ماله يونيفورم. فلو اتكلمنا على التشيك بانشنج، الكريتيكال سيكشن بتاعي فين؟ كريتيكال سيكشن ده على بعد دي على 2 from face of column، يعني هنا مسافة دي على 2 وهنا مسافة دي على 2، فبقت المساحة بتاعتي عبارة عن دي زائد ال كولوم وهنا دي زائد بي كولوم. يبقى لو عايز اجيب الكيو بانشنج هبتدي احط البي ألتيميت بتاعتي اللي انا جبتها ناقص اف يو ان في مين؟ في البي كولوم زائد دي اللي المساحة بتاعتي في ال كولوم زائد دي. طب الاستريسز اجيبها ازاي؟ زي ما تعلمنا ان المساحة اللي متأثرة بالبانشنج هي المساحة الجانبية اللي انت شايفها ديت، فنجيبها عبارة ازاي المساحة الجانبية ديت؟ هقوله كيو بانشنج عبارة عن كيو بانشنج على بي نوت في مين؟ في الدي، ودي بتبقى غالبا وحدتها كيلو جرام على سنتيمتر اسكوير. طيب نقارنه ايه بالكلام دوت؟ بنقارنه بالكيو سي يو بي. الكيو سي يو بي طبقا للكود المصري كيو سي يو الكيو سي يو بي القيمة الاقل من التلات قيم دولت، يا اما جذر اف سي على جاما سي، يا اما نص زائد بي كولوم على ال كولوم في جذر اف سي على جاما سي، يا اما 2.5 في 4 دي على بي نوت زائد 0.2 في جذر اف سي على مين؟ على جاما سي. اخد القيمه الاقل فيهم يبقى هي دي كيو سي يو بي. ايه التشيك بتاعي؟ هو التشيك ده ان لازم الكيو بانشنج تكون مالها تكون اقل من الكيو سي يو بي. طيب كده انا اطمنت على البانشنج، نبتدي ناخد مين؟ الشير. الشير عندي قطاعين، قطاع اي اللي هو على بعد دي اي وقطاع تاني على بعد دي 2i. طب اجيب الشير ازاي؟ انا عندي الاستريسز عامل بالشكل ده وهاخد هنا اهو ده اللي هي الاف يو ان، عايز اقطع واجيب الشير، ما هي الا اف يو ان في المساحه، وانا باخد شريحه عرضها 1 متر، يبقى المساحه عباره عن مين؟ المسافه ديت في 1 في الاف يو ان. طب المسافه دي قد ايه؟ معروف ان المسافه دي اسمها سي اي والحته دي اسمها دي اي، يبقى الكيو شير ما هي الاف يو ان في 1 في السي اي ناقص مين؟ الدي اي، ودي بالطن. اجيب الاستريسز ازاي؟ المساحه الجانبيه اللي هي بتقاوم الشير هي المساحه دي، فبقت عباره عن كيو شير على 100 في دي اي. طيب ده بالنسبه للقطاع ده، ما يقال على القطاع دوت هيقرر برضك عن القطاع الثاني، ولكن هو ده غالبا اللي بيبقى كريتيكال. يعني كيو شير في الاتجاه الثاني اف يو ان في 1 بس في السي 2 اي ناقص دي 2 اي. كيو شير ستريسز عباره عن كيو شير على 100 في الدي. اقارن الكلام ده بكيو شير اللي هو مسموح بيه اللي هي بيسموها كيو سي يو اللي هو في الفاونديشن عباره عن 0.75 في 1.3 في نص جذر اف سي على جاما سي. ايه اللي تشيك بتاعي؟ ان لازم كيو شير اي وكيو شير 2 اي لازم الاثنين يكونوا اقل من الكيو سي يو يبقى سيف. طب اف نوت سيف تعمل ايه؟ لو الكلام ده حصل نوت سيف، يعني ايه نوت سيف؟ يعني لقيت واحده من دولت اكبر يبقى لازم تزود الدبس بتاع الفاونديشن. شكرا.